شفاك، شفت اللي عامله المعلم علولا؟ ايوه يا ستي، قلب القهوه لمحل كشري وعامل الافتتاح الليله. هو الظالم بيطلع لفوق وصاحب الحق. لا لا لا، ما تقوليش كده يا بنت امال. كل ظالم وله يوم، ربنا ما يسيبش الظلمه وما ينساش حد ابدا. الله يرحمك يا حمود. انت لسه فاكراه؟ وانا هنساه يا عم شربات، ده كان تاب خلاص وصلى الفجر حاضر. اللي القاضي لو كان عارف انه محمود تاب كان ممكن يديله فرصه، قصدي كان ممكن يسامحه. يسامحه ازاي يا بنتي؟ هو القانون كده، القانون لما بيحاسب ما بيرحمش حد، والغلطان لازم ياخد جزاته حتى لو تاب. المحكمه كده. بس حموده لو كان دخل السجن تاني كان هيرجع نشال زي ما كان واكتر. لا اله الا الله يا ستي، حموده مات وشبع موت. بس لو كان الضابط سابه؟ يسيبه ازاي بس وهو عليه حكم واجب التنفيذ؟ عارف يا عم شربات، لو ما كانش حموده تاب ما كنتش. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. شربات المعلم علولا، بمناسبه الافتتاح. لا اله الا الله. شربات يا عم شربات. تشكر يا ابني، معلش انا ماليش تقل عليه. اشكر للمعلم وقول له كل افتتاح وانت طيب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. الساعة بقت 12 ونص بعد نص الليل. صاحب المكتبة قال لي إن عمر تعبان، يكون اتحجز في المستشفى ولا هيكون اتقبض عليه؟ أو لو كان في المستشفى كان بعت حد يبلغ والدته؟ وبعدين يا حسن؟ لا 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 يا ريلي، يا ريلي ما تكتبنيش يا ريلي، ما تكتبنيش يا ريلي، بلاش يا ريلي، لا يا ريلي بلاش، الحقوني يا ناس، طيب ايه يا رجب؟ ايه يا استاذ؟ حصل ايه يا استاذ؟ مفيش حاجة، مفيش حاجة. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ اخوانا خير، مفيش حاجة. مالك؟ يا رجب انا هسامحك، بتسرق. ايه اللي حصل؟ يا حبيبي الخير، تصبح على خير. لا والنبي قول لي في ايه؟ مالك يا رجب؟ يا رجب مفيش حاجة، تصبح على خير. بس انا سامعك بتسرق يا اخي. تصبح على خير. اللهم اجعله خير. اللهم اجعله خير. بس منين هيجي الخير يا رجب؟ منين؟ لا لا لا، أنا قاعدة لوحدي هتجنني يا بوي. بكلم نفسي يا بوي، كل واحد منهم راح لحاله وسابني، سابني لوحدي ليه؟ حسن رجع لأبوه، عمر عايش مع والدته، وخالد قاعد عند قرايبه، كلهم ما بيروحوش الكلية وما عادش حد بيسأل فيا ليه؟ أنا إيه اللي وجعني الوجع السودة دي بس يا رب؟ والله رجب، والله رجب باين انها ما تعدي بالساهل ابدا. الو مين؟ باهر؟ عايز ياس باهر. تطمن عليا؟ تطمن عليا ليه؟ مالك بيا انت؟ مع السلامه، ما اقعدش تكلمني تاني، فاهم؟ مع السلامه. كده مش هينفع ابدا. ايوه مش هينفع. أول ما يطلع النهار لازم أروح لعمر والحسن. أيوه، وأحط النقط على الحروف. قاعدة المحكمة هتجنني. أنا غلطان،
انا الغلطان اللي ما اعترفتش للبوليس بالحقيقه. البوليس هيعرف كل حاجه، ما عرفش النهارده يعرف بكره. ساعتها هقول له ايه؟ هقول له ايه؟ يا دي الوجع السودا، يا دي الوجع السودا اللي انت اتحطيت فيها يا رجب. يلا من دلوقتي للصبح يحلها ربنا. حمدي على حقه. ايوه كان مفروض زيزي تسمع صوت الرصاص، كان لازم تكون هي اول واحده تطلع من اوضتها. الله، طب المسدس ضاع. ثم ان هريدي قبل ما يموت قال اسم زيزي مرتين، هل كان قصدي يقول ان زيزي هي اللي قتلته؟ طب فرضا انها هي اللي قتلته، قتلته ليه؟ وهي اللي جابته وسكنته في الدور الثالث ليه؟ طب كمان مين الشاب اللي زقني على السلالم وهرب؟ تكون زينب اجرت حد بالفلوس ودته مسدسة عشان يقتل بيها ريدي؟ لا 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 لا، مسألة مش عادية ومش سهلة، في ألف علامة استفهام وألف علامة استفهام. ايه ده؟ الظاهر في حد في الريسبشن. مين؟ لا مين؟ انت؟ مساء الخير يا استاذ ابراهيم. مساء النور، انت ايه اللي جابك هنا وبتعمل ايه؟ ابدا، انا لما جيت بره وما لقيتش انيسه قلت ادور عليها هنا. هي فين حضرتك؟ انت كنت فوق بقى. وانا ايه اللي هيطلعني فوق؟ وبعدين انا اسف اذا كنت مشيت بالراحه عشان ما اضايقش حضرتك. تصبح على خير. استنى عندي، ايه حكايتكم بالظبط انت واللي معاك؟ داخلين خارجين من غير لا احم ولا دستور. ما انا قلت لحضرتك. انت ايه اللي جابك هنا؟ انا ما سبتش الموتيل من اصله، وبعدين حاجاتي كلها موجوده فوق في الاوضه. انا لما لقيت الدنيا بس متلخبطه قلت ابعد شويه لغايه ما الامور تهدى. ما لقيتش غير دلوقتي؟ واحده ونص بعد نص الليل؟ متاكد ان مفيش حد؟ هي أنيسة فين؟ أنيسة؟ يبقى أنت بقى. أنت الواد اللي كان نازل من على السلم وزقاني، مش كده؟ أنت ها؟ لو الكلام ده هينجي زيزي من حبل المشنقة، أنا مستعد أروح أعترف على نفسي بالكذب، إن أنا اللي زقيت حضرتك وإن أنا اللي قتلت هريدي. أنت كذاب. أيوه، أنا متأكد إن أنت اللي زقيتني وهربت. وجودك هنا دلوقتي؟ وجودي هنا ما هواش جناية، زي وجود حضرتك بالظبط. والعلم حضرتك بقى، انا مستعد اضحي برقبتي علشان خاطر مدام زيزي، بس يا ريت بقى حضرتك تقول لي سبب واحد مقنع يخليني ان انا اروح للنيابه واعترف على نفسي بالكذب ان انا اللي زقيتك وان انا اللي قتلت هريدي. ولو بفرض ولقينا سبب واحد ممكن تصدقه للنيابه، اكيد هتسالني عن اداه الجريمه. اداه الجريمه دي المسدس، واكيد القاتل يعرف طريق المسدس فين. مؤكد القاتل يعرف المسدس فين، وزي ما هو متاكد من مكان المسدس، متأكد محدش هيعرف مكان المسدس غيره هو، مش كده؟ مظبوط يا استاذ ابراهيم. لو سمحت لي بقى اخد مفتاح اوضتي علشان اطلع انام، لان انا تعبان جدا. وللاسف الشديد استاذ فطين قريبي طردني من شقته بعد نص الليل، ولو وجودي هنا مضايقك انا مستعد اروح انام في لوكاندا تانية. انا ما كنتش اعرف ان انيسه مش موجوده. لو عايز تبلغ الشرطة عني أنا تحت أمرك. اتفضل. تصبح على خير يا أستاذ إبراهيم. عمر، عمر، يا حسن خير؟ كنت فين يا اخي؟ انا بقالي اكتر من 3 ساعات مستنيك في الشارع ورحت لك المكتبه. خير في ايه؟ زيزي اعترفت بالحقيقه. ايه؟ زيزي اعترفت؟ ايوه، ما هي المصايب لما بتنزل بتنزل على دماغي انا. بقول لك ايه، انا محتاج اقعد انا وانت في مكان هادي عشان ندبر امورنا، وكمان رجب يبقى معانا. ايوه، واحنا لازم نتفاهم ولازم يبقى كل كلامنا واحد. اي غلطه من اي حد فينا هتودينا في 60 دقيقه. اركب. ايوه يا حسن، بس دلوقتي الساعه كام معاك؟ الوقت متاخر يا سيدي. يا سيدي الست ودتك زمانها في 7 نومه، وبعدين انت بيهمك؟ اركب بقى، اركب.
لأخرك يا أبو النجا، احنا بقينا نص الليل. لما اتأخرت أنا قلقت عليك، طلبتك في المكتب. عامل السويتش قال لي إنك مشيت من بدري. لما أنت عارف إن أنت هتتأخر لنص الليل، ما كلمتنيش ليه؟ متأسف يا ستي. ممكن أعرف إيه اللي أخرك؟ كنت متضايق شوية، حسيت إن أنا عاوز أشم شوية هوا، فروحت النادي. بالمناسبة الأستاذ شاهين كتب اعتذار. هو جاني المكتب وقابلني بيعتذر عن الاستمرار في تحيات قضية زيزي. وإيه اللي ضايقك في كده؟ معظم رؤساء النيابة علشان الحرج مش عاوزين يحققوا في القضية لما عرفوا إن زيزي تبقى بنت مراتي. وبعدين تم انتداب الأستاذ إحسان أبو السعود. بالمناسبة أنا كنت حاد شوية في حواري معاكي بخصوص زيزي، أعذريني عفاف. أنا فعلا اليومين دول أعصابي متوترة جدا. ما قلت ليش اتعشيت؟ اتعشيت؟ هو ده الرد على كلامي؟ أبو النجا، إحنا كلمنا كتير في موضوع زيزي وإنت شرحت لي كل الظروف. صدقني أنا مش هتضايق ولا ألومك لو أنت تخليت عن بنتي. أتخلى عنها إزاي يا عفاف؟ أنت مش عارفة أنا بعمل إيه. أرجوك اسمح لي إن أنا أقف جنب بنتي في محنتها. العميد سالم رئيس المباحث بيبذل كل جهده علشان يلاقي أي دليل مادي للقبض على القاتل. ده طمني إنه إن شاء الله خلال أيام هيتم القبض على الشخص اللي ارتكب الجريمة، ولو حصل ده هيعفينا من حاجات كتيرة قوي. اتعشيت؟ كلت سندوتش في النادي. وانتي اتعشيتي؟ انا لما لقيتك اتأخرت كلت سندوتش في المطبخ. يا استاذ باهر، صحفي ايه بس؟ ما انا كل ليلة بقرأ جميع الجرايد اللي بتطلع في مصر. عمري ما شفت اسمك لا بالبنط الكبير ولا بالبنط الصغير. يا ابني يا حبيبي، انا صحفي مش عادي. ما في عشرات الصحفيين بيكتبوا كل يوم وبيحطوا اساميهم تحت مقالاتهم ومع ذلك ما حدش يعرفهم. لا، انا مش عايز ابقى من دول. انا يوم ما اكتب هكتب في موضوع كبير قوي، موضوع يهز كل الناس، وفي يوم وليله اسمي يلمع وابقى من صحفيين الصف الاوائل. احمد باهر، احمد باهر في كل حته، هبقى احمد باهر. مساء الخير. مساء النور. لو سمحت، في واحد نازل عندكم هنا اسمه رجب عبد الحميد. ايوه ده جاري. طب ممكن اقابله؟ معقوله دلوقتي؟ يا ريت دلوقتي، اصل الموضوع مهم قوي والا كنا اجلناه للصبح. على العموم هشوفه اذا كان نايم ولا لسه صح. لحظه واحده، نقول له مين يا فندم؟ قول له جماعه قريب. الو، ايوه يا رجب. ايوه انا باهر. اسمعني بس يا اخي، انا بتكلم من الريسبشن وفينا. الو، ازاي الخط اتقطع؟ الو، ايوه يا استاذ رجب، يا استاذ رجب، الخط مفتوح لكن محدش بيرد. تلاقيه رافع السماعه ونام. ثانيه واحده انا اطلع عند هولكو. ثانيه واحده، ما تمشوش. ايوه تمام كده، هو اكيد رافع السماعه علشان يعرف ينام، فاكر ان باهر بيهزر معاه. حكم باهر بقى يحب الهزار قوي، لكن رجب جد جدا. اتفضلوا حضراتكم استريحوا، تحبوا تشربوا ايه؟ لا متشكر قوي، الف شكر. كان ايه اللي وجعني الوجع السودا دي بس يا رب؟ اعمل ايه دلوقتي؟ رجع
مين؟ افتح يا راجل، في ناس عايزينك. مين؟ انا باهر يا اخي، افتح. ادي ايه السوري، ادي ايه السوري، الجدع ده مش هيجيب على خير. افتحش ليه؟ يا جدع جيب لك ايه؟ مفيش دم في وشك ليه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. صحيح، خير تعمل شر انت. عايز مني ايه؟ بتضايقني ليه؟ عاوز منك يا باهر، في اتنين تحت عايزينك في الريسبشن. 100 مره يا باهر قلت لك انا ما بحبش الهزار. احنا قطعنا مع بعض الهزار خلاص، في ناس تحت عايزينك، مش مصدقني انزل تشوفهم. ولا اقول لك ارفع سماعه التليفون وكلمهم، هم مستنيينك تحت في الريسبشن. سلام عليكم. خير يا جماعه، لقوا المسدس، مسكوا القاتل. ايه؟ ايه ده؟ انت مش هتبطل هزار يا رجب؟ ها؟ ولا عايز تاخدنا في الاونطه يعني عشان ما تقولناش على الامتحان؟ هني لا، ما انت انكشفت قدامنا خلاص، وعرفنا ان الدكتور المحاسبه يبقى قريبك، يبقى اكيد بقى قال لك على الابواب المهمه اللي موجوده في المنهج، واحنا بقى مش هنسيبك غير لما تقول لنا عليها. بقول لك ايه؟ ايه؟ ما تيجي نطلع بره في العربيه نتكلم شويه. عربيه ايه؟ بقول لك ايه؟ نقعد فوق احسن. اي حاجه. شكرا يا جماعه، تعالوا. يلا. خدت بالك قال لهم ايه اول ما نزل؟ المسدس مسكوا القاتل. كان عندي احساس ان الواد ده وراه موضوع كبير قوي. عن اذنك. على فين؟ عندي احساس ان انا هقع على مانشيت للصفحه الاولى. انا ما اقصدش اي حاجه، الساعه داخله على 2 بعد نص الليل، واول ما شفتكم قلت بشرة خير، اكيد لقوا المسدس او قبضوا على القاتل. انا قلت لك يا عمر، قلت لك محدش هيودينا في داهيه غير رجب. انت اللي وديتوا روحكم في داهيه وديتوني معاكم في 60 داهيه. انا غلطان من الاول، سمعت كلامكم وما نفذتش اللي في دماغي. لو كنت هودتوني من الاول وسمعت كلامي وبلغنا النيابه ما كانش حصل اللي حصل، ولا كانت جفل هريدي. يا رجب الندم مش هيفيد بحاجه. انا ندمان وبضرب نفسي بالصرم. امال هتعمل ايه بقى لما تعرف اللي حصل؟ حصل ايه؟ زيزي اعترفت. بتقول ايه يا حسن؟ بقول لك زيزي اعترفت. يا باهي يا سوده، وطبلت على دماغ اللي خلفونا. وطبعا زيزي امها مرات النائب العام، يعني الطبخه كلها هتنقلب على هدومنا وهي تطلع منها زي الشعره من العجين. بقول لكم ايه، لازم اتصل بالنيابه، نمره النيابه كام؟ لا ايه يا رجب، ما تمسك اعصابك شويه، امال مش تفهم الكلام القوي. مش بتقول زيزي اعترفت؟ يعني كلنا هنروح في حديد. اعترفت لابوها مش للنيابه، لكن قالت له ايه بقى؟ الله اعلم. هي قالت لي انها خبت عنه الحاجات اللي تودي ورا الشمس، بس مش دي مشكله. قالت له الحقيقه او ما قالتلوش برضه مش مشكله، المشكله ان احنا الثلاثه نكون كلمتنا كلنا واحده. على فكره بقى، احب اقول لكم ان ابوها جالي النهارده الصبح في المحل، وحب يعمل عليا ذكي ويوقعني في الكلام، بس على مين؟ انا اديت على دماغه وفهمته كده ان بنته كانت بتتعالج في مستشفى امراض عقليه قبل كده، وانها كدابه وبتخرف. المهم دلوقتي يا رجب انت عمر، عايزكم تاخدوا بالكم كويس قوي، لان اكيد ابوها هيزوركم. ابوها ما يعرفش مكاني. ايه يعني؟ ما هو ممكن يروح لك الكلية ويقابلك هناك. مش هروح الكلية من أصله. برضه مش مشكلة، ممكن ياخد عنوانك من خالد. أول النهار ما يطلع أنا هعزل وهروح لقندة تانية. غلط، الهروب غلط. الهروب ده ممكن يعمل لنا مشكلة كبيرة ونبان إن إحنا خايفين. لا، إحنا بقى مش خايفين، إحنا ممكن نواجه الكل، بس بشرط إحنا ما عملناش حاجة وما كناش معاها ليلة الحادثة. فاهمين ولا مش فاهمين؟ أول النهار ما يطلع لازم أروح لها. تروح لها فين؟ أنت مجنون؟ أروح لزيزي المستشفى وأتكلم معاها وأقول لها لو ما لمتش الموضوع هبلغ النيابة ويحصل اللي بيحصل. اللي مش فايتة يا ولاد. في إيه يا راجل؟ الشباك مفتوح وجاري في الأوتيل جار سو وحشر وبرود الدنيا كلها فيه. ايوه انا صح، اول ما شفت رجب قلت الواد ده وراه حكايه كبيره قوي. حاسه الصحفي عندي كانت متيقظه. هو ده التحقيق اللي بدور عليه. قتيل والنائب العام طرف في الموضوع ومراته، وتبقى خبطه صحفيه في الجون وعليها اسمي بالبنط العريض. فاكر عمر؟ فاكر زيزي وهي ماشيه بسرعه؟ المصيبه كلها حصلت هنا. ايه يا عمر مالك؟ انت مش ملاحظ من ساعه ما قابلتك وانت ما اتكلمتش كلمتين على بعض
عايزني اقول لك ايه يعني يا حسن؟ تعبر عن اللي جواك يا اخي. الكلام ما عادش منه فايده خلاص. بقول لك ايه يا عمر؟ احنا دلوقتي لوحدنا ومفيش حد معانا، وانا وانت اخوات طبعا. صحيح انا وانت اختلفنا على شويه حاجات كده، بس حاجات صغيره. بس بعد ما نعيم ظهر على حقيقته وبعد زيزي ما اتطلقت. بقول لك ايه؟ انا حاسس ان انا اتخنقت، يا ريت تروح لي، انا مش قادر اخد نفس خالص. عمر انت بتحب زيزي مش كده؟ بحبها. ده انا ما كلنا بنحبها يعني. ايوه بس واضح بقى ان هي مياله ناحيتك اكتر وكل اسرارها معاك مش كده؟ ولا اسرار ولا حاجه حسن. وافرض يعني ان انا اتعلقت بواحده زي زيزي دي، تفتكر ممكن زيزي تبص لواحد زي؟ ما افتكرش. تعرف حسن، انا امي كانت بتشتغل طباخه عند زيزي في يوم من الايام. عارف يعني ايه بتشتغل طباخه؟ يعني كانت بتطبخ لهم الطبخه وفي اخر اليوم تمد ايديها علشان تاخد اللي فيه القسمه. انا خلاص، انا ضايع، بائس، بائس يا حسن. لا ورايا حاجه ولا قدامي اي حاجه. تخيل واحد بطولي بعرضي ده مش قادر اقعد امي في البيت واديها مصروف اليوم ووفر عليها التعب والبهدله بتاعت كل يوم دي، حتى وفر لها لقمه العيش مش قادر. طب وده ماله ومال احساسك ناحيتها؟ يلا بينا حسن، يلا بينا، مفيش داعي للتريقه. انا مش بتريق يا عمر. فاكر ليله ما نعيم طلق زيزي؟ في الليله دي بقى مد ايده عليها وضربها، وبعد كده نزل لك في الريسبشن ومد ايده في الخزنه وخد الفلوس وانت منعت. بس بعد كده اهانك انت شخصيا، وفي الاخر مديت ايدك عليه وضربته علقه بحق وحقيقي. ايوه، وترميت على حس العلقه دي 3 ايام في القسم. ايوه، بس انت بقى ما ضربتش نعيم عشان مد ايده عليك واهانك، او حتى عشان خد الفلوس. لا، ما هو العادي ان هو كان كل يوم بينزل وياخد الفلوس من الخزنه، بس انت بقى ضربته عشان زيزي. ما كفايه بقى يا حسن، كفايه. انت عايز توصل ليه بالظبط؟ على فكره يا عمر، انا زيك بالظبط. عشان خاطر زيزي اتمنيت اكتر من مره اقتل هريدي، وفعلا حاولت اقتله، لكن ما خلصنيش منه بقى الا زيزي نفسها. حتى كمان رجب كان نفسه يقتله. انا كمان يا حسن، انا كمان كان نفسي اموت اللي اسمه هريدي ده، كان نفسي اقتله بايديا. طب انا هقول لك حاجه، انا في مره جبت سكينه كبيره وخبيتها في هدومي، وكنت مجهز ان انا اخش اقتله وهو نايم، وفعلا دخلت وكنت ناوي اضربه بالسكينه في قلبه، لكن دخلت لقيته نايم. ما قدرتش اقتل البني ادم نايم، حتى لو كان مدوخ الدنيا كلها، حتى لو كان سفاح ومغلبنا معاه. بقولك يا عمر، تفتكر يعني مين يكون قتل هريدي؟ انت عايز الحق حسن؟ اه طبعا عايز الحق. هو واحد من 5 اللي قتل هريدي. 5؟ ايوه. يا انت؟ انا عمر. ايوه، يا نعيم، يا خالد، يا ابراهيم، يا رجب. ايوه، بس محدش يعرف ان زيزي معاها مسدس غير نعيم. طب بقول لك يا حسن، رغم ان الشمس طالعه انا حاسس بلسعه برد كده، يا ريت تروحني عشان انا عندي شغل الصبح. ما تسيبك من الشغل ده بقى يا عمر، تيجي عندنا في المحلات بتاعتنا تظبط الحسابات، وانا مستعد اعمل لك مرتب شهري 400 جنيه. اشتغل عندك يعني؟ ايه تشتغل عندي دي يا اخي؟ عيب، اسمها تشتغل معايا. طب اديني فرصه افكر. يلا بقى روحنا علشان الحق انام لي 2 ساعة. حاضر، اركب. السلام عليكم. وعليكم السلام. على فين يا استاذ؟ من فضلك زياره. مش دي برضه حجره مدام زيزي حيدر؟ زياره ممنوعه يا استاذ. ايه اللي منعها؟
لغايه امبارح الظهريه ما كانتش ممنوعه، النهارده الصبحيه الدكتور منعها نهائي. من فضلك ده هما دقيقتين اتنين مفيش غيرهم. يا استاذ يا استاذ قالت لك ممنوع، دخولك جوه يعني قطع عيش لينا احنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممنوع يا أستاذ. ليه بس؟ أنا مش جاي عشان المريضة، أنا جاي عشان خاطركم أنتوا. عشان إحنا؟ صحافة. أنا بعمل موضوع عن الجنود المجهولين، الناس اللي شايلين مسؤولية فوق كتافهم ومحدش حاسس بيهم، العساكر، الممرضات. أنا هصوركم صورة. صورة؟ السليم. اللي شفايفك؟ أيوة. وكمان هاخد لكم موضوع هينزل في الجورنال في الصفحة الأولى. في الجورنال؟ مثلا الست اللي جوه دي جايه هنا ليه؟ الست اللي جوه دي قتل قتيل واسمه هريدي. اسمه هريدي؟ آه. انت هتعرف حكايتها؟ انا اعرف حكايتها. وانا كمان اعرف حكايتها. طب واحده واحده بقى واحكوا لي الموضوع بالتفصيل. اسمع يا سيدي. اتفضل. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. لما سيادتك كحلي. صباح الخير يا عم شربات. صباح النور يا عبد النور. الساعه بقت فوق التسعة. الأستاذ بيجي متأخر النهاردة ومفيش محكمة. بقولك إيه يا عم شربات؟ قول يا ست سناء. عربية الكشري بتاعتي المركونة برة، هي والعدة، أنا عايزة أبيعهم. تكلمي جد يا سناء؟ خلاص ملهمش لازمة. شوف لي حد يشتريهم. أنا صحيح كنت عايزة أفتح دكانة كشري آخر ألاقة، إنما خلاص. المشتري موجود وهو كان كلمني. عاوز يدفع كام؟ اللي انت عاوزاه، هو جاهز من مجاميعه. انا اعرفه؟ طبعا تعرفيه، معلم علولة واللي خلق الخلق. لو مش لاقيه اللقمه وعلولة ده هيدفع فيها 10,000 جنيه لولع فيها بالنار والجاز ولا بيعهاش لحضرته. عن اذنك. مع الف سلامه. دماغها ناشفه بس معاها. الساعة 9 ونص ولسه ما نزلتش، مش هروح المكتبة ده ولا ايه؟ ها؟ يلا يا عمر، الفطار جاهز يا ابني. تسلم ايدك يا عمر، ربنا يخليك. أنا هنزل معاك، عندي طلبية وناس عايزين حاجات كتير قوي. على فكرة يا ماما. نعم. ريحة الفانيليا اللي أنت بتعمل بيها الجاتوهات معبقة البيت. يا واد بطل فكاشة يا واد. انا قابلت مرات متولي صاحب المكتبه. انت ليه مش واخد بالك من شغلك يا ابني؟ بعدين ماما هبعت لك المكتبه في الموضوع دي. يا ابني انا جايه وراك، استنى بقى. طب تعالى وراك. حاضر حاضر. يوه استنى بس يا ابني، خدني معاك. ايه ده؟ ده انا بقالي ساعه مستنيك يا اخي. مستنيني انا؟ اه. اوه خير، في حاجه؟ لا ابدا مفيش، هو بس فين؟ خلاص خلاص انا جاي معاك، انا جاي. خلاص خلاص يا جماعه. هو في دي بعدين يا ابني ليه؟ عمر عمر بالراحه بقول لك. عمر في ايه؟ مودين ابني على فين؟ بيصلح عليك ثيابي. اسم ايه بس؟ انا ايش ماما حاجه كده. ربنا يكفيك يا ابني. بيت ده انا قهوة على الريحة، وهاتلي معايا اسبرينة احسن، عندي صداع شديد قوي. انا مع الحسن. اهلا يا معلم. اهلا. الله، هو جرى ايه يا ابو علي؟ صباح الخير يا ابو. اهلا. لغايه ما الفجر جدا وانا وامك قاعدين في انتظارك على نار، لا عارفين هتيجي امتى ولا عارفين انت كنت فين. يا دوب نزلت اصلي الفجر ورجعت، امك قالت لي انك دخلت نمت، ولما سالتك كنت فين ما خدتش منك عقدناها. الموضوع ما يستاهلش ده كله يابا، وعلى العموم انا اسف. كنت فين يا ابني؟ كنت في فرح واحد صاحبي يابا، معلش بقى كان لازم اجامله. فرح؟ ايوه يابا،
انما ايه كانت سهره فلالي كانت ناقصاك يا معلم. اسمع ابو علي، انا بصراحه من ساعه الراجل اللي اسمه ابراهيم ده ما جه هنا وانا مش مرتاح. بقول لك ايه، انا عندي رجاله تاكل الزلط، بس فهمني ايه العباره وما تحملش هم ايته حاجه. عباره ايه بس يابا؟ ما انا سبق وقلت لحضرتك ان انا ماليش يد في اللي حصل في الموتيل. الو، ايوه مين؟ ايوه انا حسن مرسي. مين معايا بقى؟ مين؟ ايوه ايوه خير كده. طب طب قول عمر ما يقلقش انا جاي له حالا. مع السلامه. مع السلامه. خير يا ابني؟ في ايه؟ رد عليا يا ابو علي. مفيش حاجه، مش هتاخر. سلام عليكم. حسن يا حسن، حسن يا حسن، حسن يا حسن يا ابني فهمني ايه العباره. لا الحكايه كده ما تطمنش ابدا. استاذ رجب لحظه لو سمحت. في اتنين مباحث كانوا هنا من شويه وسالوا على حضرتك وقالوا انهم هيرجعوا تاني عشان عايزين حضرتك في امر ضروري جدا. مباحث؟ انت متاكد عايزين هنا؟ رجب تعالى عايزك. يا فتاح يا عليم، يا رزاق يا كريم، يا جدع ارحمني من غتتك دي شويه. تعالى بس، انا خدتك على جنب عشان ما تقولش ان انا بشهر بيك. يا باهر اعمل معروف، انا مش رايق لك دلوقتي. انا لسه راجع من المستشفى، المستشفى اللي مدام زيزي حيدر بنت مرات سياده النائب العام محجوزه فيها وتحت الحراسه بامر النيابه وبالاماره بتتعالج من الادمان ومتهمه بجريمه قتل، صح؟ وانا مالي؟ انا مالي يا جدع انت؟ ايه يا رجب في ايه؟ هو انا هشهر بيك انت؟ ساكت طيب، ساكت شويه يا معلم بس. ده حلال، حاسس على ورايا بابا. ايه ده؟ مش هو ده؟ ابعد عني، ابعد عني. عندي ليك اخبار زي الزفت. بقول لك ايه؟ موظف الريسبشن بالله ان كان في اتنين مباحث موجودين من شويه وعايزيني، ومش عارف الجدع اللي اسمه باهر ده عارف موضوع زيزي منين وعارف انها محجوزه في المستشفى تحت التحقيق بامر النيابه. عمر يا رجب، عمر اتقبض عليه. ايه يا ليله مش فايته، يا ليله مش فايته يا اولاد. يبقى المباحث كانوا عايزين يقبضوا عليا. بقول لك ايه، انا مسافر البلد. ايه مسافر البلد؟ ايوه هقعد ليه، في قطر طالع الصعيد بعد ساعه، سيبنا سافر. يعني انت مصمم يعني؟ ايوه هتعطلنا هتمنعني هسافر، يعني هسافر. بقول لك ايه، طب هدومك، هدومك وكتبك وحساب الاوتيل. تاكسي تاكسي رجب. باب الحديد اصلا قبل معروف، وصلني لقطر الصعيد. يلا صباح الخير يا سمير. صباح الخير يا باشا. بكره يا عم تقرا اسمي والبنط العريض وفوق منه صورتي كمان ان شاء الله يا رب. الو اديني يا ابني رئيس التحرير. ايوه يا ناجي انا باهر، اديني رئيس التحرير. انا احملك المسؤوليه الجنائيه. ارجوك يا ناجي ارجوك، ده موضوع حياه وموت بسرعه الله يخليك. ايوه يا باشا انا باهر. حضرتك مش فاكرني؟ انا احمد باهر يا باشا، بنت مرات سياده النائب العام متهمه في جريمه قتل. النيابه بقى مقعداها في مستشفى خمس نجوم لغايه ما يلاقوا حد يلزقوا له التهمه. يا فندم بقول لحضرتك بنت مرات سياده النائب العام. انا مستعد اروح اي حته يا باشا، مش مستعد اروح لرئيس النيابه بس. يا فندم انا اتحمل المسؤوليه كامله، بس طالب من سعادتك تدعيم بسيط، مجرد تدعيم، مسافه سكه اكون عندك. مع السلامه. ده قفل. بقول لك يا سمير، ما لاقيش معاك 5 جنيه فكه للتاكسي؟ 5 جنيه بسرعه يا سمير، ما تقفش في طريق مستقبلي. بقول لك ايه، خليهم 10. 10 بس 20 بس. يا رب خليك يا سمير، انا هحاسبك بعدين واسيب لك بقشيش كويس كمان، بس ادعي لي بالتوفيق. مفيش حد هنا. انا اصلي كنت عايز الست ام عمر. اللي انت عايزه اكتبه في ورقه وانا لما ترجع ابلغك. اصلي بعيد عنك، الحكومه قبضت على ابنها عمر وخدوه اياه وهي جريت وراه، واتخايب ومش هحطط امه وراه في الاقسام.
وعمك حبيب راح وياه. ومين عم حبيب ده؟ تاجر الدقيق اللي على الناصيه. طب ما تعرفيش قبض على عمر ليه؟ تلاقي عامل له مصيبه. والبوليس قبض عليه هنا؟ لا ده كان نازل رايح الشغل قبض عليه وهو في الشارع. وطبعا طلعوا هنا في الشقه. محدش طلع هنا خالص وهما يطلعوا هنا ليه؟ طيب متشكر. ما قلتليش اسمك ايه يا فندم؟ العسكري بتاع الحراسه منعني من الدخول يا دكتور، بيقول ان انت اللي منعت. الله، هي النيابه وصلت؟ لا النيابه لسه ما وصلتش ومش هتوصل دلوقتي الا لما انا اقول ان حاله المريضه تسمح بالتحقيق معاها. طيب حضرتك منعني من الدخول ليه بقى؟ عشان ما بتحبش بنتك، عشان ما احترمتش كلمتك معايا، عشان بتهد كل اللي انا بعمله. يا سبحان الله يا اخي، حرام عليك. ده انا بوازع من ضميري بعمل المستحيل لعلاج بنتك. تقوم وتقريبا معسكر معاها. يا دكتور بس ليه انت منفعل عليا؟ ليه بتهاجمني بالشكل ده؟ الله، وانا عملت ايه بالظبط؟ سبب ايه الهجوم ده يا دكتور؟ انت مش عارف انت عملت ايه؟ انت ارتكبت جنايه يا استاذ، ولولا ستر ربنا كان علاج بنتك هيبقى مستحيل. اذا كنت فاهم ان ده هياخر محاكمه بنتك تبقى غلطان. هو انا صحيح اللي لازم اقول للنيابه اذا كانت حاله بنتك تسمح بالتحقيق ولا لا، بس انا لا يمكن اشاركك في الجريمه دي، واذا عملت كده تاني انا هبلغ النيابه. انا مش فاهم حاجه، سعادتك بتهاجمني ومتحامل عليا كده ليه بس؟ انت يا استاذ يا محترم اشتريت لبنتك علبتين من الدواء اللي سبب لها كل المصايب اللي هي فيها. انا؟ طب اقسم لك بالله العظيم ما هو انا، انت حضرتك ظلمتني. انا جبت لها علبتين؟ ما كنتش جيت لك في الاول وقلت لك؟ يا خبر ابيض يا خبر ابيض، زيزي رجعت للكبسولات تاني؟ لا الحمد لله، زيزي قاومت بعجوبه وما خدتش الكبسولات رغم الالام الشديده اللي هجمتها نتيجة تخلص جسمها ودمها من الكبسولات اللي خدتها قبل كده. الحمد لله الحمد لله. طيب إذا ما كنتش أنت اللي جبت لها الكبسولات يبقى مين اللي جابها لها؟ يا دكتور أنا أقسمت لك، أعمل إيه تاني؟ أنا آسف. لا العفو، بس أنا باسم الإنسانية بطلب منك تسمح لي أدخل أزورها، لازم أشوفها، مش مسألة تطمن عليها، لا في حاجات لازم أعرفها منها، حاجات لازم هي تشرحها لي، لأن الأحداث حواليا إذا ما لحقتهاش هتسبقني. دكتور في حاجات كتير بتحصل تبقى ضدي وضد بنتي. حرام عليك يا بابا، حرام عليك. أنا قاتل يا بابا. أنا أولاً صوت الرصاص كان مالي مكان، أنيسة كانت على بعد 300 متر، أنا بقى الرصاص صوته خرم وداني. كل ده وأنت ما اتحركتيش، ما انا طلعت على السلم جري وانت ولا سالتي. معقوله لا تتحركي ولا تحسي ولا تشعري؟ تاني حاجه هريري نطق باسمك مرتين. تالت حاجه بقى عايز اعرف مين اللي زقني على السلم. هو ده يا بابا، الراجل اللي زقك ده هو اللي قتل هريدي. بعلمك؟ لا والله يا بابا ابدا ابدا. طيب غلطتك بقى على فكره ان انت اديتيله مسدسك. ازاي بس يا بابا؟ معقول اديله مسدس يقتل بيه؟ اما دي ما كنتيش فاكره ولا حاسبه ان حد هيسال عنه. والله العظيم يا بابا والله العظيم انا لا قتلت هريدي ولا اعرف مين اللي قتله. طب ممكن تفهميني ازاي وانت في اوضتك ما سمعتيش صوت الرصاص؟ كنت واخده الكبسولات، وانا لما باخد الكبسولات دي ببقى تايهه ضايعه متبلده الاحساس، بشوف انما ما بقدرش استوعب اي حاجه من اللي بشوفها. لو سمحتي لي حكايتك دي ما تدخلش دماغي، لكن انا برضو هتجاوب معاك هصدقها. طب المسدس بتاعك ضاع اتسرق. مين بيدخل اوضتك؟ حدش غير انيسه. قصدك يعني انيسه هي اللي سرقت المسدس؟ لا لا انيسه ما تسرقش يا بابا. طب مين يعرف ان عندك مسدس؟ محدش يعرف غير نعيم وابو النجا وماما طبعا. عطيات كانت بتزورك؟ زارتني كام مره كده بعد ما خرجت من المستشفى. طب والاولاد اللي معاك في الاوتيل خالد واللي معاه ده؟ لا 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 عمرهم ما دخل اوضتي ولا يعرفوا اي حاجه فيها. يعني ما عرفوش ان عندك مسدس؟ لا محدش يعرف ان انا عندي مسدس
غير اللي قلت لك عليهم. صداع صداع فرتك دماغي. سلامتك. بس انا عايز اقول لك حاجه، احنا عايزين نعرف الحقيقه عشان نعرف نتصرف قبل الاوان ما نفوت. وما تضايقيش من الكلام اللي هقوله، القاضي لو كان في منتهى الرأفة مش هيحكم بأقل من مؤبد. تنبهي، عايزين نعرف الحقيقة عشان نعرف نتصرف ومحمد يعرف يتصرف. والله العظيم والله العظيم يا بابا أنا ما قتلت هريدي، ولا أعرف كمان مين اللي قتله، وما أعرفش مسدسي اتسرق إزاي. أنا في الأول كنت فاكرة أنت اللي سرقته وقتلته. لا 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 أنا إيه؟ ليش؟ إيه يا بابا مالك؟ لا أبدا لا أبدا ما فيش حاجة. طب لعلمك بقى، النهارده الصبح البوليس قبض على عمر. عمر؟ أنا اللي ورطت نفسي بنفسي. ليلة الحادثة كان لازم أبلغ النيابة. سمعت كلامهم ليه يا رجب؟ بس حسن قال لي إنها هتعدي على خير والمكان ما فيهوش حد شافنا. طب هو عمر اتقبض عليه وهو يعني الصعيد بعيد عن البوليس؟ ده اللي هربان في أمريكا بيجيبوه. لا ولسه أبوي هقول له إيه؟ قلت لي إن ليلة الحادثة كان معاك عربية أبو النجا، مش كده؟ إيه رأيك إن أبو النجا باشا أنكر إن العربية سرقت؟ واللي فهمته منه إنه مش عايز أي حاجة تمسه لا من قريب ولا من بعيد. أنت رحت لأبو النجا؟ أنا مستعد أروح لآخر الدنيا عشان أثبت براءتي. كمان انت قلت لي كان معاكي في العربيه عمر وراجب وحسن. لما رحت لحسن افندي كمان رحت لحسن؟ ايوه للاسف طلع ولد مش تمام، ولد مش مظبوط. مش فاهم كنت معاهم ازاي في الموتيل. انا مش فاهم. تصوري يا جمني، انكر انه كان معاكي وانا ما اعرفش عليه من اصله، وقال عليكي مجنونه وكنت في مستشفى الامراض العقليه. على فكره محدش هيقف معاك، بالذات ابو النجا حاطط ايده في الميه البارده. ابو النجا مستني التشكيل الوزاري الجديد، مش عايز اي حاجه تمس سمعته. على ايه؟ المهم مفيش حد منهم هيشهد معاك. كل عيال دي مش تمام، محتمل جدا يشهدوا ضدك. فاهماني؟ يا ريتني سمعت كلام عمر ورجب. انا غلطانه بس اعمل ايه؟ انا خفت. الراجل كان مرمي قتيل والعربيه هربت وهريدي كانت رجله مكسوره. قتيل وهريدي قتيل؟ حسن غلط كده وقال قدامي ان في قتيل اولاني وقتيل تاني. ايوه كان في قتيل تاني. ايه؟ بتقول ايه؟ مش انا اللي قتلته، مش انا، صدقني. اتنين قتلوا؟ بتقولي مش انتي؟ ازاي يعني؟ انا هقول لك الحقيقة. خفت. ايوه خفت. من ساعتها وانا ضميري بيعذبني. ويمكن مش يمكن، ده السبب الوحيد اللي خلاني اخد الكبسولات عمال على بطال. بقيت اخد الكبسولات بجنون، بدل الواحده بقيت اتنين وتلاته. ساعتها انا كنت مجروحه من ابو النجا، كنت مهزومه وانا في مستشفى المجانين. ايوه مهزومه وانا عايشه بين المجانين. اتعذبت اكتر لما عرفت ان انت عايش ومموتش ومسجون، محدش فيهم رضي يضليني على مكانك. وامي، امي صورتها اتهزت قدامي لما عرفت انها كدبت عليا طول عمري. ونعيم، نعيم اللي سرقني طلقني بعد كده. وهريدي، هريدي اللي كان بيهددني على طول. انا
فعلا فعلا كذبت عليك في حكاية هريدي. بس أنا خلاص خلاص عايزة أقول الحقيقة، لأني ضميري خلاص بيأنبني. تعبت من العذاب اللي أنا فيه. أنا حاسة أنا في دوامة، دوامة مش عارفة أخرج منها. حاسة أنا في بير، في بير غويط قوي، في بحر، في بحر مالوش قرار. لا بغرق ولا برتاح. ليل ليل طويل قوي، ليل ما بينتهيش. الحاج عمر في ايه؟ الحاج عمر في ايه؟ الراجل التاني مات. لا اله الا الله. هات يلا بينا يا جماعه نهرب من هنا بسرعه. نهرب كيف؟ لازم نبلغ النيابه. نيابه ايه يا جدعان؟ انت عايز تودينا في داهيه؟ يا جدعان الحي هيبقى من الميت. يلا يا راجل اركب اركب بقى. لا اله الا الله. مش عارفه هريدي جه منين. فجاه لقيته قدام العربيه ونور العربية التانية كان عميني. الحمد لله انها جت على دي كده. الحمد لله. خلاص خلاص. لا لا انا اللي هسوق تعالى. على فكرة يا جماعة المدام ملهاش أي ذنب، واللي مات ده هي ملهاش فيه، والحكومة لو جت مش هتسيبها. أنا رجلي باظت وبقيت عاجز، وأنا مش عايز حاجة منكم. أنا كل اللي أنا عايزه تعالجولي رجلي وبس. والراجل اللي مات ده إزاي مشينا وسبناه؟ ما عادش فيه ضمير ولا إيه؟ عمره كده ومحدش هيقدر يعمل له حاجة. صدقوني محدش هيقدر يعمل له حاجة. أنا بس خدوني وعالجوني، وإن حصل أي حاجة أنا هشهد معاكم. خلاص بس أنا مش عايز أي حاجة منكم غير إنكم تعالجوا لي رجلي. أنت عايز تروح فين يا أخينا؟ أنا معاكم مطرح ما تروحوا أنا معاكم. حكماني عشري قوي ومحبش أفارق الناس الحلوة، وإن شاء الله هتبقى معرفة خير. أهم حاجة دلوقتي نرجع عربية سيادة النائب العام. عربية النائب العام؟ دي بناها تحلاوة قوي. يا رجلي يا رجلي والراجل ده كان بيجري وراك ليه؟ بقولك يا فندي انتم احرار، انا ماليش دعوة بيكم. ودوني عن نيابة وكل حي ياخد حقه. بتقول نيابة؟ وبرضو كل ميت ياخد حقه. يا تشوفوا لي حتة بقى اقعد فيها 48 ساعة لحد الجبس ما ينشف واقدر اتحرك. ساعتها بقى هتشوفوا لي 200 300 جنيه اخدهم واسافر واتوكل على الله على عيالي، ويا دار ما دخلك شر. خلاص يا عمر بقى خلاص اطلع على الموتيل يلا.